السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنبدأ نشرح مع بعض جروب 5 في الكاتاين. طيب زي ما احنا شايفين كده قدام حضراتكم، تمام، جروب 5 في الكاتاين بيحتوي على 3 كاتاين، تمام، أو 3 عناصر اللي هم الباريوم ومين والسترونشيوم ومين والكالسيوم. طيب المجموعة دي بسميها كولد، تسمى الكالاين إيرث جروب، تمام. طب ليه بسميها الكالاين إيرث جروب؟ لأن الباريوم والسترونشيوم والكالسيوم اللي هم العناصر بداية المجموعة دي، تمام، هم عبارة عن الكالاين إيرث ميتال. عبارة عن إيه؟ عن الكالاين إيرث ميتال، عشان كده بنسمه المجموعة دي الكالاين إيرث جروب. وخلي بالك الحتة دي مهمة في الاختياري، عشان بيجي في أوقات كتير جدا يقول لك مين في العناصر اللي جاية دي الكالاين إيه إيرث ميتال، ويبدأ يخيرك يعني، وبيبقى جايب لك في الاختيارات طبعا ايه باريوم وسترونشيوم وكالسيوم او على حسب هو جايب ايه يعني. المهم تبقى عارف، اللي يهمني هنا ان الباريوم والسترونشيوم والكالسيوم دول الكالاين ايرث ايه ميتال، عشان كده احيانا بيسموا المجموعه دي او جروب 5 بيسموه كالكالاين ايرث ايه جروب. طيب او بيسموها امونيوم كربونيت ايه جروب. ليه؟ لان انا برصبها ككربونيت في وسط من مين؟ من الامونيوم. يعني الكاتايونز دي تترسب في صوره كربونيت، كباريوم كربونيت وسترونشيوم كربونيت وكالسيوم كربونيت. طيب الجروب ريجنت بتاع المجموعه دي او كاشف المجموعه دي عباره عن مخلوط من ال NH4Cl وال NH4OH وال NH4x2CO3. طيب المجموعه دي ذيس كاتايون بريسيبت اس كربونيت ان الكالين ميديا، تمام، بياكد لك عليها وبيقول لك الايه؟ المجموعه دي بتترسب ككربونيت، تمام، في الكالين ميديوم، يعني في وسط ايه؟ قلوي، تمام. طيب ايه اللي بيخلي الوسط قلوي هنا؟ اهو انا بحط NH4AOH. طيب نفس الكلام اللي عملناه في المجموعات السابقه هنعمله هنا. هنعمل ايه؟ ان انا محتاج ارسب، تمام، الكاتاينز بتاعت مين؟ جروب 5. طيب بعمل ايه؟ بروح اجيب السنتريفيوجيت او الفلتريت، تمام، من اللي طالع من مجموعه ايه؟ 4، وابدا اضيف عليه الريجنت بتاع جروب ايه؟ 5. فالاقي ان الكاتاينز بتاع جروب 5 ايه اترسبت، او مريح عامل ايه فصل بالسنتريفيوجيشن او بالفلتريشن، تمام، فابدا اخد الرواسب بتاعه ايه جروب 5 لوحدها واروح اعمل عليها ايه كونفيرم. ده اللي انا محتاج اعمله، بس مش هعمل اكتر من كده. بس طبعا كالعاده اثناء الترسيب او قبل ما ببدا الترسيب محتاج ان انا اعمل شويه بريكوشن او شويه احتياطات، تمام، بحيث ان الاحتياطات دي بتساعدني في ايه يا جماعه؟ الاحتياطات دي بتساعدني ان انا ارسب مجموعه 5 بس، تمام، او ارسب الكاتاين بتاعت مجموعه 5 بس لوحدها، ما ارسبش معاها حاجات ثانيه، وكمان عمليه الترسيب تكون طالعه كويس، والرواسب تكون طالعه رواسب كواجيوليتد، يعني رواسب متماسكه كويس، واحاول اخلي ان الترسيب يكون ترسيب مكتمل. طيب تعال نشوف اول حاجه هنا. طبعا البروكوشن دي انا اعملها لكم زي كل مره في صوره ايه؟ سؤال وجواب. أول سؤال هنا بيقول لك إيه؟ Why we evaporate the centrifugate from group 4 till dryness لحد ما إيه؟ ما يجف. يعني أنا الراجل بيقول لك أنا هروح أجيب الفلترت أو السنتريفيوجيت، تمام، اللي طالع من جروب 4، تمام، وأبدأ أروح أعمل له ايفابوريشن، يعني أسخنه بحيث إيه؟ يتبخر لحد إيه؟ dryness، لحد ما يجف تماما. طب ليه؟ يعني إيه السبب؟ لأن أنت افتكر معايا كده، جروب 4 كنت برسمها في صورة إيه؟ سلفايد، عن طريق ان انا كنت بحط H2S. طيب طب ما هو طبيعي جدا ان السنتريفيوجيت او الفلترت اللي طالع من جروب 4 طبيعي هيكون لسه فيه H2S. طب ايه المشكله ان يكون فيه H2S موجود وانا رايح ارسب مجموعه 5، تمام؟ طيب ما هو افكركم تاني بمين؟ بالفلترت او السنتريفيوجيت اللي طالع من مجموعه 4 كان كده اهو. الفلترت او السنتريفيوجيت اللي طالع من مجموعه 4 كان كده اهو. بصوا كده، ادي البيكر اللي كان فيه الفلترت اهو، كان عندي جروب ايه 5 وعندي جروب ايه 6، بالاضافه معاهم ايه المحلول كان برده فيه ايه H2S. طيب ده كده مين؟ ده المحتوى بتاع السنتريفيوجيت او الفلترت اللي طالع منين؟ من جروب 4 في H2S. ال H2S هنا جه منين؟ لان بفكرك انا كنت برصد مجموعه 4 عن طريق ان انا بحط H2S، فطبيعي يكون السنتريفيوجيت اللي طالع من مجموعه 4، تمام، يكون يحتوي على مين؟ على ال H2S. طب ايه المشكله في وجود ال H2S؟ لا، ال H2S ده لو فضل موجود، تمام، بيتاكسد السلفايد اللي موجود فيه الى سلفيد. طبعا ال H2S بيحتوي على سلفايد، فالراجل بيقول لك هنا لو ال H2S ده فضل موجود، السلفايد اللي فيه، تمام، بيتاكسد الى سلفيت. طب ايه المشكله
ان السلفيد اتاكسد لصلفيت. لا، ما هو ده في مشكله، انا عندي الباريوم والاسترانشم والكالسيوم الثلاثه بيترسبوا في صوره سلفيت. يعني لو الاتش 2 اس ايه اللي موجود، تمام، الاتش 2 اس الموجود ده اهو بيطلع منه سلفايد، السلفيد ده بيتحول لمين؟ ها، لسلفيت. السلفيد ده اهو بيعمل ايه؟ بيروح يرسب الكاتاينز بتاعت مجموعه خمسه، كباريوم سلفيت واسترانشم سلفيت وكالسيوم سلفيت. تمام؟ حلو قوي. طب ايه المشكله لو مترسبه كسلفيت؟ لا، انا مش عايزه مترسبه كايه؟ كسلفيت، انا عايزه مترسبه ككربونيت. طيب، وخلي بالك اللي بترسب اكتر هنا، طبعا عندي المجموعه فيها باريوم وفيها استرانشيوم وفيها ايه؟ كالسيوم. التلاته ممكن يترسبوا كسلفيت. تمام؟ بس عارف اللي بترسب منهم ايه؟ لا، الباريوم والاسترانشيوم. طب ليه في الظروف بتاعت التجربه بتاعتنا الكالسيوم ما بترسبش؟ لان الكالسيوم الكي اس بي بتاعته عاليه، فبيبقى محتاج تركيز عالي من السلفيت، وكميه السلفيت اللي موجوده ما بتبقاش كبيره قوي، فعشان كده يا دوب بترسب الاسترانشيوم كاسترانشيوم سلفيت والباريوم كباريوم ايه؟ سلفيت. طب وانا محتاج ده يحصل؟ لا، انا مش محتاجه يحصل. يعني من الاخر كده، في وجود الاتش 2 اس اللي هيتضرروا مني او اللي هيترسبوا مني في صوره سلفيت، هما مين؟ هما الباريوم والاسترانشيوم. طب ليه الكالسيوم بالرغم ان هو بيرسب ككالسيوم سلفيت؟ هو بيرسب ككالسيوم سلفيت صحيح، بس كميه السلفيت اللي هتبقى موجوده قليله، مش هتكفي ان هي ترسب الكالسيوم في صوره كالسيوم ايه؟ سلفيت. طب الحل؟ قال لك انا لما اروح اعمل ايفابوريشن، ماشي، للسنتريفيوجيت اللي طالع من مجموعه اربعه، ها، لو في اتش 2 اس موجود ايه؟ هيحصل له اكسبيل، يعني هيتطاير، مش هيبقى موجود اهو. يبقى هنا الراجل بيقول لك واي وي ايفابوريت السنتريفيوجيت فروم جروب فول تيل دراينس، يعني هتفضل تعمل له ايفابوريشن لحد تقريبا المحلول كله ما يجف. قال لك تو اكسبل الاتش 2 اس، عشان اطرد الاتش 2 اس. ليه؟ قال لك تو بريفنت، عشان امنع اوكسيديشن السلفايد الى ايه؟ الى سلفيت. ليه يا عم؟ قال لك تو بريفنت الباريوم والاسترانشم اند سلفيت، عشان امنع الباريوم والاسترانشم اللي هم يترسبوا كايه؟ كسلفيت. ماشي كده يا اخوانا؟ طيب، وبين قوسين كده قال لك الكالسيوم سلفيت هاز هاي كي اس بي، يعني الكي اس بي بتاعته عاليه، يعني مش هي مش هيرسب، اللي هيرسبه بس هم باريوم ومين؟ واسترانشم. ماشي كده يا اخوانا؟ طيب، بعد كده بيقول لك ايه؟ السؤال اللي بعده، وي ماست اد مودريت اماونت اوف ان اتش 4 موجب، لازم اضيف كميه متوسطه من ان اتش 4 موجب. تمام؟ طبعا ان اتش 4 موجب هنا انت ايه؟ بيجي لك هنا منين؟ من ال ان اتش 4 اتش وال ان اتش 4 سي. الراجل بيقول لك ليه بضيف كميه قليله؟ ما تضيفش كتير من ال ان اتش 4 موجب. قال لك بص، لو ال ان اتش 4 موجب ده تركيزه زاد، تمام؟ هيروح يتفاعل مع مين؟ مع الكربونيت، ويحولها مين؟ لبيكربونيت. طب ايه المشكله؟ لا، هو انا مش عايز الكربونيت يتحول لبايكربونيت، لان اللي بيرسب المجموعه دي هي مين؟ هي الكربونيت. وطبعا كلنا عارفين ان املاح البايكربونيت املاح ايه؟ املاح دايبه، فمش هينفع ها اعلي تركيز الامونيوم عشان يحول الكربونيت لمين؟ لبايكربونيت. تمام؟ فانا عايز تركيز الامونيوم يكون قليل عشان ما يحولش مين؟ الكربونيت لباي ايه؟ كربونيت. طيب، السؤال اللي بعده بيقول لك ذا سوليوشن ماست بي ليتل بيزك، لازم يكون المحلول بتاعي محلول ايه؟ قاعدي، بس مش قاعدي قوي، يكون قاعدي خفيف. طب ليه؟ واي؟ ايه السبب؟ بص يا اخوان، لان المحلول بتاعي ده لو ما بقاش قاعدي ممكن يكون حامضي. طب ايه المشكله ان المحلول بتاعي يكون حامضي؟ يعني اثناء الترسيب اخلي الترسيب يكون في وسط حامضي. قال لك لا، مش هينفع، لان في الوسط الحامضي بيكون فيه ايه؟ اتش موجب. طب والاتش الموجب بتسكت؟ لا، ده بتروح تاخد الكربونات تحولها لمين؟ لبايكربونيت. طب تاني، ايه المشكله في البايكربونيت يا جماعه؟ املاح البايكربونيت بتكون املاح سولوبل، وانا هنا محتاج بريسبتت، محتاج رواسب. طيب، حلو جدا، خلصنا من دي، نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول لك واي وي يوز ان اتش 4 سيل، انا ليه ها بستخدم ان اتش 4 سيل؟ اهو في الجروب ريجنت، اهو من ضمن الجروب ريجنت في ان اتش 4 سيل. قال لك جميل، الان اتش 4 سيل اللي هنا فيه اتنين فايده او فيه فائدتان، ايه هما؟ اول حاجه ان هو بيعمل كومن اين افكت، فبيقلل تركيز الاو اتش، تمام، ومين؟ وتركيز الكربونيت. طيب جميل، ما ترسم لي كده الكومن اين افكت اللي هو بيعملها. بص يا سيدي، انا هنا كده عندي ال NH4Cl ده كملح يتأين تأين كامل اللي هو سترونج الكتروليت، ال NH4 موجب زائد Cl سالب. طب وحاجه زي جنبه زي ال NH4OH، ال NH4OH يتأين تأين جزئي لانه ويك بيز، الى NH4 ايه؟ ها، موجب زائد OH سالب. طب حلو، في كومون اين ولا مفيش؟ ايوه في. ليه؟ ما هو بص، هنا في NH4 موجب وهنا في NH4 موجب، وده سترونج الكتروليت وده ويك الكتروليت، يعني ده يتأين تأين كامل وده يتأين تأين ايه؟ جزئي. طيب، زي ما بنقول دايما اللي طالع من ابو سهم يروح لمين؟ اللي طالع من ابو سهمين، يعني اللي طالعه ها ال NH4 موجب اللي طالع من المعادله اللي فيها سهم يروح على ال NH4 موجب اللي طالع من المعادله بتاعته فيها ايه؟ سهمين. تمام؟ فتركيز ال NH4 موجب هنا ايه؟ يزيد. طب لما تركيز ال NH4 موجب هنا يزيد، يبقى انت كده زودت تركيز احد الايه؟ النواتج في معادله فيها ايه؟ تزاني، يوم التفاعل يمشي ايه؟ امامي. طب لما التفاعل يمشي امامي يقوم يقل تركيز مين؟ ال OH.
طب هو انت عايز تركيز الاو اتش ال؟ ايوه عايز تركيز الاو اتش ال. طب ليه عايز تركيز الاو اتش ال؟ قال لك بص، لان تركيز الاو اتش هنا لو زاد هيرصب لي المغنيزيوم في صوره مغنيزيوم هيدروكسيد. طب هو انا هنا جاي ارصب مغنيزيوم؟ انا مش جاي هنا ارصب ايه يا جماعه؟ مغنيزيوم. انا هنا جاي ارصب مين؟ الباريوم والسترونشيوم والكالسيوم، بس مش عايز اي رواسب ثانيه ايه غيرهم. طيب حلو جدا. الحاله الثانيه اهو ال ان اتش 4 سي ال نفس القصه، بيعمل كومن اون افكت مع مين برضو؟ مع ال ان اتش 4 باي 2 سي او 3. اهو ال ان اتش 4 سي ال بيديني ان اتش 4 ايه؟ ها موجب زائد سي ال سال. طب وجنبه ال ان اتش 4 ها باي 2 سي او 3 تأين ايه؟ جزئي الى ان اتش 4 موجب زائد سي او 3 ماينس 2. نفس القصه هيزود لي تركيز مين؟ الامونيوم هنا، يقوم التفاعل يمشي ايه؟ عكس، يقوم تركيز الكربونيت ايه؟ يقل. طب لما تركيز الكربونيت يبقى قليل ها؟ هيكفي ان هو يرصب مجموعه مين؟ خمسه، بس ما يرصبليش المغنيزيوم اللي موجود في مجموعه كام؟ ست. لان خلي بالك اثناء ترصيب مجموعه خمسه بتكون مجموعه سته لسه ايه؟ موجوده. تمام كده يا اخوانا؟ وانا ما ببقاش عايز رواسب الا رواسب من المجموعه بتاعتي بس اللي هي رواسب مجموعه كام؟ خمسه. يبقى هنا يا جماعه ال ان اتش 4 سي ال بيعمل لي كومون ايون افكت على مين؟ على ال ان اتش 4 او اتش وعلى ال ان اتش 4 باي 2 سي او 3، وبالتالي بيعمل ايه يا اخوانا؟ ها بيقلل تركيز الاو اتش ها وبيقلل تركيز الايه؟ الكربونيل. فالاثنين لما يقلوا امنع ترصيب المغنيسيوم سواء كمغنيسيوم هيدروكسيد او مغنيسيوم ايه كربونيت. اهو باي كومن اين افكت ديكريزز الاو اتش كونسنتريشن اند باي كربونيت كونسنتريشن سو بريفنت ذا بريسيبتيشن اوف مغنيسيوم از مغنيسيوم هيدروكسيد اور مغنيسيوم ايه كربونيت. طيب الحاله الثانيه ال ان اتش 4 سي ال ده الكتروليت تمام، فبيعمل كواجيوليشن للبريسيبتيت، يعني بيخلي الرواسب بتاعي رواسب ايه؟ متماسك. السؤال اللي بعده واي وي يوز ان اتش 4 او اتش، انا ليه حطيت ان اتش 4 او اتش؟ بص بقى ركز معايا. ال NH4 OH ده بيعمل لي حاجتين. أول حاجة إن هو بيحول ها الأمونيوم بايكربونيت إلى أمونيوم كربونيت. وبيحول لي الأمونيوم كربونيت برضو إلى أمونيوم كربونيت. هو إيه اللي جاب سيرة الأمونيوم بايكربونيت؟ وإيه اللي جاب سيرة الأمونيوم كربونيت؟ أمونيوم كربونيت، إيه اللي جاب سيرة الاتنين دول في الموضوع؟ بصوا يا جماعة. الأمونيوم كربونيت تمام؟ ده هو اللي هو في الريجنت، لما بروح احضره بحضره ازاي؟ بحضره عن طريق ها الامونيوم بايكربونيت والامونيوم كربوميت. يعني لما بحط امونيوم بايكربونيت على امونيوم كربوميت ها بينتج عندي مين؟ بينتج عندي الامونيوم كربونيت. طيب يعني المحلول بتاع الامونيوم كربونيت طبيعي جدا ان هو يكون ليه لسه يكون لسه فيه مين؟ يكون لسه فيه بواقي من الامونيوم بايكربونيت وفيه بواقي من الامونيوم كربوميت. طب لو الاثنين دول موجودين، يعني موجود عندي امونيوم بايكربونيت وموجود عندي امونيوم كربوميت، لا بيعملوا لي مشكله. طب الحل ان اللي الكميه اللي لسه باقيه من الامونيوم بايكربونيت والكميه اللي لسه باقيه من الامونيوم كربوميت انا لازم احولهم الى امونيوم كربونيت. طب اللي بيعمل لي ده مين؟ اللي بيعمل لي ده الامونيوم هيدروكسيد. اهو يبقى الامونيوم هيدروكسيد الفايده الاولى فيه ان هو بيحول الامونيوم بايكربونيت الى امونيوم كربونيت عن طريق المعادله دي. اهو بص كده ادي الامونيوم بايكربونيت اهي في وجود ها ال NH3. طبعا ال NH3 ده جاي منين؟ من الامونيوم هيدروكسيد، يقوم يتحول لمين؟ لامونيوم ها كربونيت. اهو يا دوب ال NH3 ده اهي تمام هتدخل تلزق في ال H ده اهي تمام، فتديني NH4 باي 2 CO3. ماشي كده يا اخوانا؟ طيب اثنين كونفرت الامونيوم كربوميت الى امونيوم كربونيت اهو انتو فين اهو امونيوم ناقص الى امونيوم ايه ها كربونيت. ماشي كده يا اخوانا؟ طيب حلو جدا اهو ايه اللي حصل؟ ادي الامونيوم كربوميت اهو بيتحول برضو الى امونيوم كربونيت في وجود الايه ال NH4 ايه او اتش. ماشي ده الامونيوم كربوميت تحول الى امونيوم ايه كربونيت في وجود ال NH4 او اتش. تمام اللي بعده السؤال اللي بعده هاو كود يو بريبير ذا امونيوم كربونيت، ازاي بقى تحضر الامونيوم كربونيت؟ تعال نشوف. قال لك prepared from equimolar concentration from ammonium bicarbonate and ammonium carbamate. يعني ايه equimolar concentration؟ يعني تركيزات متساويه تمام من كل من الامونيوم بايكربونيت والامونيوم كربامات. يعني انت لو عايز تحضر امونيوم كربونيت يبقى تروح تجيب محلولين ها المحلولين دول يكونوا تركيزاتهم متساويه من مين؟ من الامونيوم بايكربونيت والامونيوم كربامات، وتحطهم على بعض هيناتج منهم هيبقى امونيوم ايه كربونيت. تمام كده يا اخوانا؟ طيب حلو جدا، بس بفكرك تاني التفاعل ما بين الامونيوم بايكربونيت والامونيوم كربوميت عشان يدوني امونيوم كربونيت ما بيكونش تفاعل كامل. يعني لما تحط الامونيوم بايكربونيت على الامونيوم كربوميت
ما بيتحولوش 100% كل الجزيئات الموجوده الامونيوم كربونيت، لا ده بيتبقى لك شويه من الامونيوم بيكربونيت، وبيتبقى لك شويه من الامونيوم ايه؟ كربونيت. يعني محلول الامونيوم كربونيت اللي انت جايبه عشان تستخدمه يحتوي على كل من مين؟ ها؟ من الامونيوم بيكربونيت والامونيوم كربونيت. حتى لو بكميات قليله، حتى لو بكميات قليله، بس بيبقى موجود منه. تمام؟ طيب حلو قوي. وطبعا انا حليت مشكله وجود الامونيوم بايكربونيت او الامونيوم كربونيت في الكربونيت في المحلول ازاي؟ عن طريق الامونيوم هيدروكسيد، لانه بيحولهم تاني. دي الحته اللي كنت لسه بشرح فيها من شويه. طيب السؤال اللي بعده، واي وي هيت تو 60 درجه اند نوت بويل؟ يعني الراجل بيقول لك خلي بالك اثناء ترصيب المجموعه دي انا برص بسخن لحد 60 درجه بس ما تغليش، خلي بالك. طب ليه بتسخن لحد 60 درجه؟ ها؟ قال لك تو كونفرت البايكربونيت لكربونيت، عشان لو فيه بايكربونيت تتحول لكربون. شوف بياكل عليها تاني، يعني مش بيعتمد على ال NH4OH بس ان هو يحولهم، لا ده كمان ايه؟ قال لك بسخن بحيث لو في شويه بايكربونيت يحول لكربونيت، لان احنا عارفين بالتسخين الامونيوم البايكربونيت بيحول لمين؟ لكربونيت. اثنين، وورمنج ليد تو، يعني التدفئه. ما هو وورمنج تدفئه، يعني سخن لحد 60. تمام؟ لما اقول لك وورم يعني لسه ما وصلتش لدرجه الغليان. ليد تو مور كريستالاين برسيتد، يخلي الرسب اللي عنده رسب متبلور، وطبعا الرسب المتبلور ده بيكون رسب متماسك وكويس. تمام؟ رقم ثلاثة، الوورمنج كونفرت الكربوميت إلى كربونيت. شفت كمان؟ بيحول لي لو في شوية كربوميت موجودين بيرجعهم تاني لمين؟ لكربونيت. ماشي؟ تمام، يبقى أنت كده خلي بالك عندك حاجتين بيحولوا لك البايكربونيت لكربونيت والكربوميت لكربونيت، اللي هم مين؟ وجود الـ NH4OH وكمان عملية الوورمنج اللي أنت إيه؟ بتعملها لحد 60 درجة. تمام، تعال بقى نروح لبروسيدور اوف سيبريشن اللي هي ايه؟ خطوات الفصل. طيب تعالى، قال لك بروح اجيب السنترفيوجيت اللي طالع من جروب كام؟ 4. تمام، از ايفابوريتد، وابدا اعمل له ايفابوريشن نيرلي دراينس لحد ما اوصل لايه؟ ان هو يجف خالص، وبعد كده بضيف ان اتش 4 سي ال وان اتش 4 او اتش، وبعد كده ايه؟ بسخن، وبعد كده بضيف الامونيوم ايه؟ كربونيت سوليوشن، بعد كده بضيف محلول ايه؟ امونيوم كربونيت، وبعد ما اضيفه بسخن ل 60 كام؟ درجة، وبعد كده بعمل سنترفيوج. لما تعمل سنترفيوج ها هيطلع لك ريزيديو من الباريوم كربونيت والاسترانشن كربونيت والكالسيوم كربونيت، كلهم رواسب ايه؟ بيضة، وبيطلع لك سنترفيوجيت من جروب ايه؟ 6. تمام، يبقى كده ما عادش في سنترفيوجيت الا جروب ايه؟ 6 بس. طب ازاي بقى تفصل جروب 5 عن بعضه؟ يعني كده انا طالع لي في جروب 5 ثلاث رواسب، باريوم كربونيت، استرانشن كربونيت، كالسيوم كربونيت. قال لك عن طريق اضافه اسيتيك اسيد. لما بروح اضيف اسيتيك اسيد ايه اللي بيحصل؟ قال لك اللي بيحصل هنا ان الثلاث رواسب بيدوبوا. ازاي؟ ما هو انت عندك ام سي او 3، هو ام ده اختصار لمين؟ ام ده ممكن يكون كاتب لك انا اهو، ممكن يكون باريوم، ممكن يكون كالسيوم، ممكن يكون استرانش. في وجود الاسيتيك اسيد بتحوله الى ايه؟ ها؟ ام اسيتيت. يعني ايه؟ وده سولوبل. ممكن الام ده برضه اختصار لمين؟ باريوم استرانش وكالسيوم. يعني ممكن يكون كالسيوم استيت استرانش استيت وباريوم ايه؟ استيت. يعني من الاخر الثلاث رواسب ايه؟ بيتحولوا وبيدوبوا. الباريوم كربونيت بتحول لكربو ايه؟ الباريوم كربونيت اسيد بتحول لايه؟ لباريوم اسيتيت. والكالسيوم كربونيت بتحول لكالسيوم اسيتيت، والاسترانشيوم كربونيت بتحول لاسترانشيوم ايه؟ اسيتيت. كلهم بيتحولوا الى ايه؟ اسيتيت وبيبقوا دايبين. طب تعالى بقى ازاي نعمل كونفيرم عليهم؟ خلاص هم كانوا طالعين معايا في صوره رواسب، دوبتهم تاني. طب بعد كده قال لك هروح اعمل بقى ها تيست لكل واحد فيهم عشان اعمل عليه كونفيرم. طب تعالى اول حاجه تيست الباريوم، عايز اكشف عن الباريوم او اسف عايز اعمل كونفيرم على الباريوم، بعمله ازاي بقى؟ بروح اجيب المحلول اللي طلع اللي هو فيه التلات ايه؟ التلات كاتايونز بتوعي اللي هم كانوا موجودين في صوره اسيتيت، هاخد المحلول ده واحط عليه كي 2 سي ار او 4، وبعد كده اعمل ايه؟ سنترفيوج. لما تعمل سنترفيوج هتلاقي ايه؟ ها؟ طلع لك في الريزيديو مين؟ الباريوم، بس طلع في صوره باريوم ايه؟ كرومين، وده راسب لونه اصفر. وهتلاقي طلع لك في السنترفيوجيت مين؟ الاسترانشيوم ومين؟ والكالسيوم. تعالى بقى على الاسترانشيوم والكالسيوم اللي طلعوا في السنترفيوجيت، اعمل لهم ريبريسبتيشن، اعاده ترصيب تاني عن طريق اضافتك لمين؟ لل NH4OH وال NH4Cl وال NH4 by 2CO3، وسخن لحد 60. تمام؟ طيب وبعد كده انت اول ما كده انت حطيت الجروب ريشن التاني بتاع المجموعه، فالاسترانشيوم والكالسيوم هيرصبوا في صوره كربونيت. طيب يعني لو عملت سنترفيوجيشن ها هيطلع لك مين في الريزيديو؟ الاسترانشيوم كربونيت والكالسيوم كربونيت اللي هم لانهم اترصبوا تاني، ويطلع لك في السنترفيوجيت ايه؟ لا ريجكت بقى سنترفيوجيت، انا ما عادش فيه حاجه، ارميه بقى ريجكت، يعني ارميه مش عايزه، ما بقتش محتاجه. طيب تعالى بقى نكمل كده. انا اهو ما تنساش اللي طلع لي لوحده كده، اخدت مين كده لوحده يا جماعه؟ الباريوم، اهو خدته في صوره باريوم كروميت. طيب انت كده ما عملتش كونفيرم، انت يا دوب فصلته عن الايه؟ عن الاسترانشيوم والكالسيوم. تعالى بقى نعمل له كونفيرم. هتعمل كونفيرم ازاي لمين؟ للباريوم. قال لك هعمل له فليم تيست، بس الباريوم طالع معايا في صوره راسب من الباريوم كروميت، هينفع اعمل له فليم تيست اللي هو اختبار اللهب؟ تمام؟ وهو راسب؟ لا، قال لك لازم ادوب. تدوبه ازاي؟ حط عليه اتش اس ال. لما تحط عليه اتش اس ال بيتحول الى باريوم كلورايد. خد الباريوم كلورايد ده وروح اعمل له فليم تيست.
تمام؟ يعني اختبار لهب، يعني خد منه شويه كده وعرضهم لمين؟ للهب. هتبص تلاقي اللهب اتلون بلون ابل جرين، يعني اخضر تفاحي كده، تمام كده يا اخوانا؟ تمام. طب اللون الاخضر التفاحي ده ظهر في الفيلم ليه؟ يعني تلاقي اللهب واخد اللون الابل جرين بسبب مين؟ بسبب وجود الايه؟ الباريوم. دي حاجه كده عامله زي بصمه الصباع كده، اللي بيديك الابل جرين ده هو مين؟ هو الايه؟ الباريوم. طيب تعالى بقى نرجع، ها مين اللي كانوا طالعين مع بعض بقى كده؟ انا خلاص عملت كونفيرم على الباريوم. تعالى الاثنين التانيين كانوا طالعين معايا بصوره ايه؟ ريزيديو الاسترانشن كربونيت والكالسيوم ايه؟ كربونيت. طب الحل؟ قال لك هنا بقى تعالى نفصلهم عن بعض عشان اخد كل واحد فيهم واروح اعمل عليه كونفيرم. قال لك تعالى هاخد الجزء الرواسب دول اللي طالعين وديزولف ذا تو ان، يعني دوب الاثنين ان اسيتيك اسيد زين اد امونيوم سلفيت. اهو هروح ادوب الاثنين فين؟ في اسيتيك اسيد، يعني هات الاثنين وحط اسيتيك اسيد هيدوبوا، وبعد كده اضيف ايه؟ ها وبعد كده اضيف امونيوم سلفيت. لما تضيف امونيوم سلفيت مين اللي هيطلع لك في الريزيديو؟ الاسترانشيوم، يبقى طالع في صوره ايه؟ ها استرانشيوم سلفيت. ماشي كده يا اخوانا؟ بيكون طالع معايا ريزيديو من مين؟ من الاسترانشيوم سلفيت. طيب والسنتريفيوجيت بيكون في مين؟ من الكالسيوم. تمام؟ طيب حلو جدا. ايه اللي حصل بقى هنا؟ قال لك بص يا سيدي، طبعا الاسترانشيوم كان موجود في صوره استرانشيوم اسيتيت، بس في وجود الامونيوم سلفيت الاسترانشيوم اخذ السلفيت ده اهي وترسب في صوره استرانشيوم سلفيت. فلما ترسب وانا عملت سنتريفيوجيشن طلع لي فين؟ في الريزيديو. طب الكالسيوم نفس القصه، الكالسيوم لما انا حطيت اسيتيك اسيد كان موجود في صوره كالسيوم ايه؟ اسيتيت، بس لما في وجود الامونيوم سلفيت بيبدا يتحول الى NH4/2 CaSO4/2، تمام؟ اللي هو امونيوم كالسيوم سلفيت، تمام؟ وده اسمه دبل سولت. اسمه ايه؟ وما تنساش اسمه لانه بيجي في الامتحانات. دبل ايه؟ سولت. طب وايه جنب كاتب لك جنبه؟ سولوبل. طب لما هو سولوبل ها طلع لي في مين؟ في السنتريفيوجيت. خلي بالك بيجي في الامتحان الدبل سولت ده هو ايه؟ مهم. تمام كده يا اخوانا؟ تبقى حافظ الاستراكشر ايه؟ بتاعه. بيجي يقول لك مين في العناصر اللي جايه دي ممكن يديني دبل سولت؟ الكالسيوم. خلاص تبقى انت عارف ان الدبل سولت ده بتاع مين؟ بتاع الكالسيوم، وتبقى عارف ان هو سولوبل. ماشي كده يا اخوانا؟ يبقى تاني لما رحت جبت الرواسبين دول حطيت عليهم اسيتيك اسيد فدابوا. ليه؟ لانهم اتحولوا الى كالسيوم اسيتيت واسترانشيوم اسيتيت. طب ولما جيت على المحلول بتاع الكالسيوم اسيتيت والاسترانشيوم اسيتيت وقمت ضيف امونيوم سلفيت، ها لقيت ان الاسترانشيوم اترسب فطلع في الريزيديو، ها والكالسيوم اداني مركب دايب اللي هو الدبل سولت فطلع في مين؟ في السنتريفيوجيت. خلاص كده، خلاص الاسترانشيوم معايا ها طالع في صوره راسب والكالسيوم طالع في صوره سنتريفيوجيت. تعالى بقى نعمل كونفيرم على ده ونعمل كونفيرم على ده. طب كونفيرم الكالسيوم بعمله ازاي؟ قال لك بص، عشان تعمل كونفيرم على الكالسيوم ما تنساش الكالسيوم كان طالع معاك في صوره دبل سولت، تمام؟ قال لك هروح اجيب السوليوشن بتاع الكالسيوم احط عليه NH4OH وامونيوم اوكساليت، هيديك راسب ابيض من الكالسيوم اوكساليت اهو طبقا للمعادله دي، ها تمام؟ ادي الامونيوم اوكساليت، تمام؟ مع الكالسيوم اداك كالسيوم ايه؟ اوكساليت. حلو، يبقى ده الكونفيرم الاولاني. الكونفيرم الثاني ان انا هروح اجيب المحلول اللي فيه كالسيوم اللي هو محلول الدبل سولت واحط عليه NH4Cl ها وبوتاسيوم فيروسيانايد، هيقوم يديك ايه؟ ها CaNH4KFeCN6، تمام؟ اللي هو كالسيوم امونيوم بوتاسيوم فيروسيانايد. ماشي كده يا اخوانا؟ طيب حلو جدا، وما تنساش ده لانه مهم جدا، اسمه تريبل فيروسيانايد سولت. تريبل فيروسيانايد سولت، تريبل فيروسيانايد سولت، ماشي؟ وده باليلو بريسبتيد، وما تنساش لانه بيجي في الامتحان. يبقى خلي بالك كده، الكالسيوم اداك حاجتين، اداك مره دبل سولت ومره اداك تريبل سولت، بس الدبل سولت بتاعه كان دايم والتريبل سولت بتاعه كان ايه؟ كان راسب، وما تنساش اللون الراسب بتاعه اللي هو باليلو بريسبتيد. طب في كونفيرم تالت؟ اه في كونفيرم تالت، تمام؟ انك تعمل فيلم تيست. طب هعمل فيلم تيست لمين؟ شفت الكالسيوم اوكسيليت اللي كان طالع راسب ده اهو؟ خده حط عليه اتش سي ال فهيدوب ويديك كالسيوم ايه؟ كلورايد. خد الكالسيوم كلورايد ده اعمل له فيلم تيست. الكالسيوم في الفيلم تيست بيديك بريك ريد ايه؟ بريك ريد كالر. يعني لما تحط الكالسيوم كلوريد على اللهب فهيديك لون بريك ريد، اللون البريك ده بسبب مين؟ الكالسيوم. يبقى الكالسيوم كده حصل له حاجه اسمها اكسايتيشن، اثاره، فلما يثار بيدي. المهم يعني ما علينا، الكالسيوم كلوريد في الفيلم تيست بيديك بريك ريد ايه؟ كالر. اخر حاجه تيست مين؟ فور الاسترانشيوم. ما انساش الاسترانشيوم كان طالع معايا في صوره ايه؟ راسب من الاسترانشيوم سلفيت. طب اعمل له يا جماعه هنا فيلم تيست ازاي؟ ها اسف، اعمل له كونفيرم ازاي؟ عن طريق مين؟ الفيلم تيست. قال لك الاسترانشيوم سلفيت هيت ان ريديوسنج زون، هسخنه في منطقه كده اسمها ريديوسنج زون في اللهب، تمام؟ فيتحول معايا لمين؟ الاسترانشيوم سلفايد. بعد كده الاسترانشيوم سلفايد ده خده وحط عليه مين؟ اتش سي ال، هيديك استرانشيوم ايه؟ كلورايد. الاسترانشيوم كلورايد ده بقى هو اللي هتاخده تروح تعمل له فيلم تيست، فهيديك ايه في الفيلم تيست؟ هيديك كريمسون ريد كالر. الكريمسون ريد كالر ده هو لون الاس ار او لون الاسترانشيوم. يبقى يا جماعه الاسترانشيوم مالوش الا ايه؟ ها كونفيرماتوري تيست واحد بس اللي هو بتاع الايه؟ الفليم تيست. في سؤال هنا ماشي، سؤال مهم جدا، تمام؟ بيقول لك ذا كروميت از نوت اكسس،
كروميت بتاعت مين. انت لو تبص اهو، مش احنا هنا كنا رحنا لما جيت اعمل تيست البان، رحت جبت المحلول اللي بيحتوي على الثلاثه وحطيت كي 2 سي ار او 4 تمام؟ قال لك اه، قال لك الراجل لازم كميه الكي 2 سي ار او 4 دي ما تكونش كتير، ما تكونش كميه ايه كبيره، خليها كميه قليله. طب ليه؟ قال لك لان اكسس الكروميت، كميه الكروميت لو زادت هترص الاسترانشم والكالسيوم از استرانشم، ها كروميت وكالسيوم ايه؟ كروميت. طب هو انا هنا يا جماعه كنت حاطط الكروميت عشان ترصب الاسترانشم والكالسيوم؟ لا، ده انا كنت حاططها اهو لو تفتكر عشان ترصب لي مين بس؟ الباريوم. طيب يعني انت كده عايز تقول لي ان كميه الكروميت اللي انت هتحطها خليها قليله، ليه؟ لانها لو بقت كميه كبيره ها هترصب لي الكالسيوم ومين؟ والاسترانشم. بس وانا كنت عايز اترصب مين بس؟ الباريوم. طب ليه؟ لان خلي بالك لو جيت تبص لترتيب الكي اس بي بتاعتهم، ها الكي اس بي بتاعت الكالسيوم كروميت اكبر من الاسترانشم كروميت اكبر من الباريوم ايه؟ كروميت. يبقى مين اقلهم في الكي اس بي؟ ها الباريوم. فبالتالي ها الراجل بيقول لك لو حطيت كميه قليله بس من الكروميت هترصب لك مين؟ الباريوم كباريوم كروميت، ومش هتلحق ترصب الاسترانشم ولا ترصب الايه؟ الكالسيوم. عشان كده وانت بتفصل الثلاثه عن بعض اهو، لما كانوا الثلاثه دول في صوره اسيتيت، الراجل بيقول لك لما تيجي تفصلهم حط كميه كروميت بس مش كتير، كميه ايه؟ قليله، عشان تضمن اللي هترسب عندك بس مين؟ الايه؟ الباريوم كروميت. طب ليه الاسترانشم والكالسيوم مش هترسبه؟ لان كميه الكروميت اللي انا حاططها قليله، فلسه ما وصلتش لقيمه الكي اس بي بتاعت الاسترانشم كروميت وبتاعت الكالسيوم ايه؟ كروميت. ماشي كده يا اخوانا؟ الامور كده فيها مشكله؟ بس خلي بالك لما يجي في الامتحان يسالك يقول لك صح ولا غلط؟ ها؟ الاسترانشم والكالسيوم بيترسبوا ككروميت؟ ايوه بيترسبوا ككروميت، بس بيكونوا محتاجين تركيز عالي من مين؟ من كروميت عشان يترسبوا. يعني لو انا عندي محلول فيه استرانشم وفيه كالسيوم وفيه باريوم وحطيت كميه كروميت قليله، مين يرسب؟ الباريوم بس، لان الكي اس بي بتاعته اقل منهم كلهم، فبيحتاج كميه قليله من الكروميت عشان يترسب في صوره كالسيوم ايه؟ اسف في صوره باريوم ايه؟ كروميت. الكلام ده كده فيه مشكله يا اخوانا؟ كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى المجموعه الخامسه هي كمان ايه؟ خلصت.